مرحبا، حيا 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 ورحب الجميع مشتركين في هذه الحفلة. احمد حجر رئيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بالجميع فوق العين فوق الرأس. يا مرحبا، حيا 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 حيا. حملة عنيفة ضد قناة مصطفى المومري لإلغاء الاشتراك. كل اليمنيين إلغوا الاشتراك من قناة مصطفى المومري، كل اليمنيين، اليمنيين الذي داخل اليمن، واليمنيين الذي في الخارج المغتربين، واليمنيين الذي قد ماتوا، قد ميتين، قد شبعوا موت، قد عظماء، قد إلغوا اشتراكهم من قناتك. حتى الذي عاد ما يموتوا هذا اليمتين قد لغى اشتراك من قناتك علشان يقابل رب كريم يبري دمته. أنت يا مصطفى اليوم المومري قدك مشهور مشهور مشهور، قدهم يعرفوك أمة لا إله إلا الله، قدهم يعرفوك في جزر القمر، ناس في زحل يعرفوك، فالمريخ يعرفوك، يعرفوك فالمريخ يعرفوك مشهور. لو تصير لو تطلع لا زحل، لا زحل تمام، فالأضخ المكوكة الفضائية لا يعرفوك، كانك لا يجوا مخلوقات غريبة هكذا من الفضاء، مخلوقات غريبة. مصطفى المومري هيا هيا أنت جبنا نوبك ولكن تصب مش عارف ما لك، يقولوا لك المخلوقات الفضائية. لو تنزل لها عمق البحر وتلقاه هولك المرجان والاخطبوط هولك أي يعرفوك والكل، يجي لعندك الاخطبوط معه هيدي خيرات يمكنك مراضي ومعه هيدي خيرات، بعدها يقول لك أي أنت ولا تقدر تبش مع خيرات هيدي، يقول لك أنا هبك أنا اخطبوط، هلا من اخطبوط وشك نهبك ولكن بتحب ولكن مش ما لكن مش الاخطبوط نفسك بيتمشط ويلبس حاجة حالية. فلذلك هؤلاء المشتركين وهؤلاء المحبين وهؤلاء المتابعين لمصطفى المومري حبهم مثل ما بيحبوك يا أخي، اشترك معاهم مثل ما بيشتركوا معاك، تابعهم مثل ما بيتابعوك لبي رغباتهم يا أخي. صدقني أنت يا مصطفى بدون هؤلاء المتابعين والمشتركين والمحبين لا تسوى شيئا، لا 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 تقمرش لا تقول ما أنا ما أنا ما أنا ما أنا ما أنا ما ضاز الذي يشترك يشترك والذي ما يشترك لا يشترك، لا تقمرش بدونهم لا تسوى شيء. لو جن ما حد يعرفك نكون واقعيين، أنا ودا معي 170,000 مشترك، بدونهم والله ما سوى فلس، والله ما سوى ريال. لو ينسحبوا من قناتي لا يزق عقلي، لا جنن لا جنن، ترى لو قدرنا في الشارع والمشتركين تعب تعب، ناس بيحبوني ناس بيتابعوني ناس مشتركين معي لازم أحبهم غصبا عني، فما بيحبوني أحبهم ألبي رغباتهم. الآن المغتربين الذي في الخارج ما هو الذي هيتهم ده الحين واشتوا لغوا الاشتراكات وعملوا حملة عنيفة عليك؟ لأنه ده قصتهم في العالم، في أي دولة في العالم، مثلا الأردنيين الفلسطينيين السوريين المصريين المغربيين التونسيين الأمريكيين، قصتهم أن اليمنيين زيك يا مصطفى مثلك يا مصطفى، قصتهم ما كذا من بتعين صدرهم باين أشعف خاتم دي كيف ركبهم سود مش عفرين تمام. فأنا أمس أنت عملت فيديو ما عجبتنيش، إذا أنت صاحبي ما عجبتنيش في الفيديو، أنا ما نافكش، أنا أدي الصدق، أنا أدي الصدق، قلت أنا الناس مستهائين مني والمتابعين كذا أن أنا بين أبين صدري بين أبين كذا كذا يحسب الله أن أنا بين أسبح لا، وقلت هذا حري الشخصي، لا لا ما أنا ماشي حري الشخصية، إذا أنت لحالك ما حد بيشوفك، هذا العالم كله بيشوفك، العالم بكل بيشوفك، كله كله يشوف لك مصطفى مصطفى، كلهم بيشوفوك، ما فيش حاجة اسمها حري الشخصية. وتقول ألبس الذي ألبس ما حد يدخل مني هذا ما ما حد ينتقدني، خلاص انت لا حد ينتقدش الناس، مثل ما بتنتقد الناس بتنتقد الشباب الذي بيلبسوا بنطلون طيحني، بتنتقد البنات الذي بيلبسن بلطوات حويصه، بتنتقد ما انت انتقدتهم ما بش هم ما بش عن حر الشخصيه، وانت معك حر الشخصيه، نكون عادلين يا مصطفى صباب صباب بين عاقل، نكون عادلين. فلذلك مثل ما بيحبوك المشتركين والمتابعين حبهم حبهم ولبي رغباتهم يا اخي، من اول صح كنت اعمل فيديوهات وسطرك باين ومعك ثوب الازرار مقطعة ومشعفل وحالتك حالة والخرة هانة وذي كذا وبتلل، من اول كان ظروفك تعبة كانوا بيقدروا ظروفك، الان قدك ما شاء الله قد معك معك زنين في البيت واثواب، انا داري معك اكثر من 100 ثوب، معك شمزان معك بدلات معك معك لا طرف الشارع، البس يا اخي لبي رغباتهم، ولا بيحبوك ولا بيعزوك يا اخي، انت قدك مشهور يا اخي لا تتعبني يا اخي لبي رغباتهم. انت قلت في الفيديو انك صوت الشعب وانك كذا وانك بدي كلمة الحق، صح انا معك
انا دحين انا متاكد مليون في المئة ان بالناس بيكرهوني وبالناس بيحبوني اللي محبين ومشتركين ومتابعين اكيد إن فانا اشتي اتمنى ان الناس ينتقدني يا اخي حاجه ما عجبتكش فيني انا شبعت كم فيني من اول ضحكه خيرات خففت رقم اثنين صدقني خلاص كذا يخفف اكمل الفيديو واندع ضحكه فالمكان الثاني لما يسمعوني الجيران خلاص لانه بيني حري الشخصي ما حد ما بيشوفوني في العالم ناس كانوا يقولوا يا احمد حجي احنا بنشمز من ضحكتك اشوف التعليق انا قريت تعليقات كل على فكره انا اقرا كل حاجه تعليقات الضحكه هذه ما الضحكه هذه والله نيتي تديها العقب ان معك ضحكه تديها العقب لو واحد يسمع ضحكتك خمس ست مرات والله ما عاد انجاب خلاص والله ما خلاص قد الكل انابيب ها خففت الضحكه ما عطش هذيك الاول منوزه ما عطش لان اضحك يعني ادخل الحمام اندع ضحكه ساعه شقاري وافتح الطيقان حق الحمام تخرج الضحكه ساعه تدخل محلي وكل بان على ما تحت الجهل بيدرس انا ضحكت عفوا تمام على فكره مصطفى المومري تاملوا في تفاصيل وجهه والله وسيم جدا انا بنشك انه من تركيا انا بنشك انه حتى يقرب لمهند انا رجع اتواصل بمهند واساله انا قلت حاكاني باسمه اردوغرل قال يكرك لنا من بني مومر هي في اسطنبول قلت اسطنبول متاكد قال في انقره مومرا تمام يعني الولد وسيم وكذا ومثقف مصطفى المومري مثقف وكذا وحافظ ايات قرانيه واحاديث وكذا وفاهم في بعض الاشياء احمد حلمي الممثل المصري كوميديان من الطراز الاول يضحكك وهو لابس في الفيلم لابس بدله ماركي على الله كم قيمته وكرفته وحركات وجزم باوايه ومشطه والتهان والكذا ويضحكك باسلوب بحركات برياكشنات مشوبه البهذله ابدا اطلاقا في البس وكذا والله لو يقولوا لك دلبس سبع كرفتات لو يقولوا لي المشتركين يا احمد حجر البس سبع كرفتات تمام وكذا وتعطر واذا ما يجموش عبر اليوتيوب اتعطر انا قلت في برامج كدو يقدر المشاهد يجمك يهمس الزر كذا يجمك ويزوم زوم لازغنك يدري حلقت ما حلقتش فلذلك نحترمهم ونتنظف والله اننا اشوف بعد كل الفيديوهات اشوف التعليقات بعضهم يسبني يقول لي يا كذا يا تافه يا سامج وافعل لك قلب ولو هو جاري ولا اعرفه حرام افعل له عشاء وافعل له شيبس وافعل له يعني اخبز له حرام اخبز له انا الملوح يا سلام حرام احترمه ما دام كلف نفسه وفتح نت وخسر وكتب تعليق انتقدني وانا على ضوء اي حاجه غيرها انا شا غيره شنو غير ميري؟ غير ميري ميري زنتك ايه؟ ما فيش حاجه اسمها انا بطل السب على شويه انا قد بين اتعالج هو سب تقدر تبطل في ثواني مش هو هروين ولا هو مات مخدره يدخلك بطل السب المشتركين والذي بيحبوك والذي بيموتوا فيك يا مصطفى يشتكوا بطل السب كن افعل فيديو بعدها غلق غلق الكاميرا وسب له ما تصدر يا بلال يا انا سب له وما تفتلع لحالك ما حب يجوبك لحالك سب انفلت دنيا نفل النفل بس الناس بيشوفوا كلهم العالم كله بيشوفك بطل السب ما بشي بين تعالج بين 2 مليون مشترك معاك حافظ عليهم انا معي 170 الف مشترك بين اعتبرهم المال والضمار ما عاد معي فتني الا هم وصادق والجهل وجميع الاهل والاصدقاء بمناسبه حافظ عليهم بقدر الاستطاعه 170 الف مشترك والله فارح بهم والله انا بدونهم لا شيء فارح بهم بغير ما اقول ضغط على الجرس ضغط زر الاشتراك ولا بين احب كل مشترك واحافظ عليه ينقص علي مشترك انتو داري انه ينقص علي مشترك ما عاد ارقدش لاني احاسب نفسي اقول بحاجه غلطت فيها خليت مشترك ينسحب ما هي الذي غلطت فيها ما اجلس احاسب واقلب الفيديوهات كلهن ما ايا الكلمه ايا فلازم نحترمهم هم الذي بعد فضل ارحم الراحمين هم الذي ركزونا ولا من كان يعرف احمد حجر
من هو احمد حجر هذا؟ من هو حجر بلوك؟ احمد حجر من هو احمد حجر هذا؟ احنا كنا بيت حجر غير يستخدمونا في فلسطين، يكسرونا ويراجموا بنا الاسرائيليين. من احنا؟ ولا كان معنا الحجر هذاك اصبح كالبطاريات. احنا حجر اصبح كالب... من احنا؟ من لا شيء. احنا ما كنا نتلاقى بيت حجر لا في المنشار يوم العيد في المنشار. ثم انا لا لقينا موكس، لا لقينا موكس نهرب منه. الان الموكس يبصرني يقول ممكن صوره مع بي شبشو مطرقه ولا قد راسي كل مخلقه. كان سمي لو ما لقى موكس، لقى موكس واطير من الطيران هكذا صح ولا قال يبيعوا اكوات وهذا لاجل البلديه طيروا، وانا بصير موكس واطير. كنا نخزن يوم العيد بيت حجر كلنا يدخل بيننا موكس نابع من الطيقه. موكس 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 ابدا بي اي من احنا؟ من انا؟ من احمد حجر؟ انا بدون مشتركين ولا زوار فصله. مصطفى الممري مسكين، مصطفى الممري يعني اجيب لكم حتى معلومه من اسره محترمه، اخوانه والله محترمين من اسره فعلا محترمين ببات عني الكلمه. مصطفى فيه شويه دلزان او كذا شويه يتعطل. عملوا حمله الغاء اشتراك من قناه مصطفى الممري، وانا من هذا الفيديو بنعلن حمله الفرصه الاخيره لمصطفى الممري. مصطفى الممري داخله مسكين مسكين طيب، انا بدي شهاده طيب مسكين كذا تمام. فحمله الفرصه الاخيره لمصطفى الممري، اعطيهم يا مصطفى مثل ما بيعطوك، حبهم يا مصطفى مثل ما بيحبوك، بتعالج القضايا، بتعالج، خلي الناس كلهم يشوفوا فيديوهاتك بدون ما يحسوا بخجل. بعض الناس ما عاد بيشوف الفيديو حقك الا يكتب له الفيديو وسط جريده. حتى انه يصير في اضرف صوت يبصر قبل ساعات مفتجع عاد يقبلوه اربعه كم يا محابيس وانت السبب. ما بيش معك ثوب بشتي لك الثوب حقي، ما تصور بشارع لك تجي تستعير مني زعل مكسر. اهم شيء درج ما مشي انا وبي يدخل في متحك ساعه ساعه. طيب انت ثوب معك خيرات، معك خيرات يا مصطفى ما بدي بس نجي. ها وسامه حلوك كذا امان في عرسك ما شاء الله، ايش من وسامه ايش من تركي تركي شو كل بل هذا والقعشه هذيك كذاك سعال اندومي يا مصطفى. انت قلت لي يا مصطفى ابطل اضحكه اني اخص من السب، بطلت ما عبين اضحكش نادرا اضحك نادرا، حتى وانا مخزن مع الشباب اضحك وارجع مصطفى خلاص. شوف كيف احترمتك لان انا احبك، احترمتك احترمني واحترم الشباب يا اخي مالك. العفو عند المقدره. صاحبكم وانتم مشتركين في قناته وما فيش داعي ل خلاص انتقدوه، وهو الان قد وصلت له النصائح ان شاء الله انه مثل ما انتقدتوه انه يستجيب لكل ارائكم ولكل طلباتكم مثل ما انتم بتحبوه، ومصطفى الممري بيحب كل المشتركين. خلاص لا انا وبس وبس. سلام الله عليكم.